السلام عليكم أحبائي التلاميذ، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. ما زلنا في المحور الأول، البيئة والغذاء. عنوان درسنا رحلة في عيد الاستقلال. في نهاية هذا الفيديو يصبح المتعلم قادراً على أن يكتب حرف الياء بأصواته القصيرة والطويلة، يكتب أسماء الصور بالشكل الصحيح، يؤلف كلمات من الأحرف المكتسبة سابقة، يقطع كلمات إلى أحرف. أثناء مشاهدة الفيديو ننتبه إلى التعليمات الآتية: نجلس في مكان هادئ، نصغي جيداً إلى شرح المعلمة وننتبه للتعليمات، ننتبه جيداً أثناء القراءة ونتابع مع المعلمة، نكتب بخط واضح ومرتب ونحافظ على نظافة الدفتر، نبدأ بإنجاز الواجبات بعد الانتهاء من مشاهدة الفيديو ولا نؤجل عمل اليوم إلى الغد. في هذه الحصة نحتاج إلى دفتر التمارين في الصفحتين 22 والثالثة 23، قلم رصاص وممحات. ما رأيكم أحبتي أن نزين الشجرة بالأحرف التي تعلمناها؟ الدال، الراء، الزاي، حرف الباء، الطاء، الواو، السين، والياء. والآن أحبائي تعالوا لنستمع إلى أنشودة حرف الياء. ياء يا ماما لها عش صغير، تسكنه مساء وفي الصبح تطير. ياء يا ماما لها عش صغير، تسكنه مساء وفي الصبح تطير. نعود للصغار بالرزق الوفير، حبة أرز أو قمح أو خبز أو شعير. نعود للصغار بالرزق الوفير، حبة أرز أو قمح أو خبز أو شعير. لحرف الياء أصوات قصيرة وأصوات طويلة. أصواته القصيرة ياء يو ي، أصواته الطويلة ياء يو ي ي، متصلة من طرف واحد، ي متصلة من الطرفين. أشكاله ياء متصلة من طرف واحد، ياء متصلة من الطرفين، ياء في آخر الكلمة منفصلة، ياء في آخر الكلمة متصلة. والآن يا صغاري سنتعرف إلى كيفية كتابة حرف الياء بأصواته القصيرة والطويلة من خلال هذا الفيديو. راقبوا جيدا حركة يد المعلمة وهي تكتب الحرف ياء. اقرأوا الأصوات القصيرة لحرف الياء: ياء يو ي. سنتعلم اليوم كيف نكتب حرف الياء. لاحظوا معي الخطوة الأولى: انحناء بهذا الشكل، ثم انحناء إلى الداخل ونرسم شكل الكأس. سنكتبها معا. نبدأ أولا بهذا الخط المائل، خط مائل منحني إلى الداخل ثم شكل الكأس. نضع النقاط ونضع الفتحة ياء. من جديد خط مائل، انحناء إلى الداخل ثم نرسم شكل الكأس. نضع الضمة ولا ننسى النقاط. من جديد كما نرى هذا الانحناء بشكل قريب من بشكل دائري قليلا، انحناء إلى الداخل ثم نرسم شكل الكأس بهذا الشكل. نضع النقاط ولا ننسى الكسرة ي.
نقرأ الأصوات الطويلة يا يو ي. سنتعلم أيضا كيفية كتابتها. نبدأ أولا، نرتفع قليلا عن السطر، خط عمودي قصير جدا، خط مائل إلى السطر، ثم نبد الحرف إلى فوق يا. نبدأ أيضا، خط عمودي قصير فوق السطر، ثم خط أفقي نرسم حرف الواو وننزل به إلى السطر يو. أيضا خط عمودي ومرتفع أيضا عن السطر، خط أفقي، ثم نرسم هذا الشكل مثل الكأس فيصبح لي. بعد أن تعرفنا إلى كيفية كتابة حرف الياء، نفتح دفتر التمارين في الصفحة 22 ونبدأ بإنجاز العمل بخط جميل ومرتب. والآن أحبائي الصغار، ما رأيكم أن نقوم بهذا النشاط؟ هيا بنا نبدأ. أجمع المقاطع الصوتية الموضوعة داخل المربع في كلمة. نبدأ بالكلمة الأولى، ياسر. ما هو الحرف الذي وضع في المربع؟ إنه الحرف ياء في أول الكلمة، متصل من طرف واحد. الكلمة الثانية، يدب. ما هو الحرف الذي وضع داخل المربع؟ إنه الحرف دال، دال متصل. ماذا تصبح الكلمة؟ يد. أحسنتم يا شطار. إذن نأتي إلى الكلمة الثانية، طار. ما هو الحرف الذي وضع داخل المربع؟ إنه حرف الطاء، طاء في أول الكلمة، متصل من طرف واحد. الكلمة الثانية، عيون. ما هو الحرف الذي وضع داخل المربع؟ يو. أحسنتم. الكلمة الثالثة، سوار. ما هو الحرف الذي وضع داخل المربع؟ إنه الحرف راء. أحسنتم. ماذا تصبح الكلمة؟ طيور، طيور. رائع. نكمل العمل. رازي، را. ورود، حرف الدال. يوسف، الصوت يو. ماذا تصبح الكلمة إذن؟ راديو. نأتي إلى الكلمة الثانية، يدور. ما هو الحرف الذي وضع داخل المربع؟ ياء في أول الكلمة، متصل من طرف واحد. أحسنتم. حسيب، في وسط الكلمة، متصل من الطرفين. كبير، راء في آخر الكلمة. ماذا تصبح الكلمة إذن؟ لو جمعنا الياء مع السي مع الراء تصبح الكلمة يسير. أحسنتم يا شطار، أنتم رائعون. نفتح الآن دفتر التمارين في الصفحة 22 ونكتب أسماء الصور. ماذا نرى في الصورة الأولى؟ يد، طيور، راديو، يسير. أنتم. والآن أحبائي السؤال الثالث، أؤلف كلمات من الأحرف السين، الياء، الدال، والراء. هيا نحاول مع الحروف. لو أخذنا السين مع دال مع الراء، سدر. هل هذه الكلمة لها معنى؟ إجابة خاطئة. نحاول مرة ثانية. لو أخذنا الياء مع الدال مع الراء، يدر.
هل هذه الكلمة لها معنى؟ لا يوجد لها معنى. إجابة خاطئة، أحسنتم يا شطار. أحاول من جديد. لو أخذنا السين مع الراء مع الدال، ماذا تصبح الكلمة؟ سردة. هل هذه الكلمة لها معنى؟ إجابة صحيحة، أحسنتم، سردة. نكمل العمل. لو أخذنا الياء مع الدال، ماذا تصبح الكلمة؟ يد. هل هذه الكلمة لها معنى؟ بالطبع، أحسنتم، يد. والآن جاء دوركم، تتابعون التمرين لتجدوا كلمتين جديدتين. السؤال الرابع، أقطع الكلمة إلى أحرف ثم أكتبها أفقياً متبعاً المثال. الكلمة الأولى دير. هيا نقطع هذه الكلمة إلى أحرف الدال، الياء، والراء. نكتب هذه الكلمة أفقياً. الكلمة الثانية ردد. الراء، الدال، والدال. تتألف هذه الكلمة من ثلاثة حروف را دا دا. نأتي إلى الكلمة الثالثة زيد، أيضا تتألف من ثلاثة حروف الزاي، الياء، والدال. هيا نكتب هذه الكلمة أفقيا دا يا دا. أجمع الحروف عموديا من أعلى إلى أسفل وأحصل على ثلاث كلمات جديدة، هي درزة، أحسنتم. الكلمة الثانية يدي، أحسنتم يا شطار. والكلمة الثالثة ردد. والآن اكتب الكلمتين على السطر. الوظيفة البيتية، نتابع تنفيذ التمارين التي رأيناها في الفيديو. نتدرب على كتابة حرف الياء بأشكاله المختلفة. ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا كتابة حرف الياء بأشكاله المختلفة. نفذنا تمارين حول الحرف ياء. عش صغير تسكنه مساء وفي الصبح تطير، ياء يا ماما لها عش صغير تسكنه مساء وفي الصبح تطير.